مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم صدى الأقلام، ونرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في المدى سجال بين نواب البصرة بشأن حقيبة النفط يصل إلى طلب التأديب والمقاضاة. في الزمان 5 مناطق في بغداد مهددة بالحجر. في العرب الجديد، البحرية الأمريكية تتحرك لاعتراض ناقلة نفط إيرانية متوجهة إلى فنزويلا وطهران تحذر. في ذا جارديان، فيروس كورونا يغير شكل أوروبا بطرق خطيرة. في القدس العربي، الفلسطينيون يحيون يوم النكبة في ظل مخاطر غير مسبوقة. في عربي 21، إصابة 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الصهيوني في القدس المحتلة. وفي العرب اللندنية، العاهل الأردني: إسرائيل تتجه نحو الصدام معنا بضم أراض بالضفة. مما اخترنا لكم من عناوين، ننتقل وإياكم الآن إلى ما اخترنا لكم من مقالات، والبداية بهذا المقال المنشور في صحيفة عربي أو موقع عربي 21، وجاء في مطلعه: يأمل العراقيون منذ عدة سنوات بأن يجدوا من بينهم قائدا منقذا محبا لهم ويمتلك القدرة على ضبط البلاد، وبالذات في الملفات الأمنية والاقتصادية والخدمية. الغريب أنه منذ الساعات الأولى لتسلم الكاظمي منصبه انطلقت بعض الأغاني المعدة سلفاً والتي تتغنى بمرحلة جديدة من العمل من أجل العراق. في كل الأحوال، تؤشر هذه الخطوة على أن هنالك العديد من المشرفين والمستشارين الذين يدفعون باتجاه القول بأن الكاظمي هو رجل المرحلة، ولكن الواقع مختلف تماماً بحسب الكاتب جاسم الشمري في مقاله المنشور بموقع عربي 21. نتابع جزءا من مقاله. الفريق المعارض للكاظمي فيرى أن رئيس الحكومة أحال رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي وكابينته الوزارية على التقاعد في الساعات الأولى من جلوسه على مكتبه دون أن يعلن ذلك، وقد تم تسريب نسخة من قرار الحكومة الخطير أو على الأقل المتناقض مع وعود الكاظمي بمحاسبة قتلة المتظاهرين. إحالة حكومة عبد المهدي على التقاعد بالتزامن مع تشكيل الكاظمي لجنة تحقيق في مقتل المتظاهرين له أمر غريب جدا، ذلك لأن عبد المهدي ووزراءه الأمنيين متهمون بالمشاركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في قتل المتظاهرين، ولهذا كان الأولى بالكاظمي أن يتريث ويترك موضوع التقاعد إلى مرحلة ما بعد صدور نتائج اللجنة التي شكلها. وكذلك فإن لجنة التحقيق الحكومية غريبة جدا، لأن الكاظمي وباعتباره مديرا سابقا للمخابرات في مرحلة وقوع الجرائم ضد المتظاهرين وغيرهم، يفترض أنه يعلم جيدا من هي القوى المتنفذة أو المتهمة، وإلا فهي مجرد خطوة تخديرية لا تقود إلى أي نتيجة مثمرة. وكذلك بالنسبة لأوامر اعتقال أعضاء ميليشيا ثأر الله في البصرة، فيرى المعارضون أنها خطوة مهمة لكنها ليست كافية، باعتبار أن ميليشيا ثأر الله هي واحدة من عشرات الميليشيات الرسمية وغير الرسمية العابثة بأمن الوطن دون المساس بها. يتابع الكاتب جاسم الشمري أن الخطوة الأهم هي ضرورة اتخاذ خطوات وقرارات حاسمة وفاعلة تقضي بإنهاء ملف الميليشيات واعتقال كل من تورط بدماء العراقيين وتقديمه إلى المحاكمة وإجراء انتخابات برلمانية خلال 6 أشهر على ألا يشترك فيها أي متورط بقتل العراقيين. فمن يمكنه تنفيذ هذه الخطوات يمكنه أن يزرع الأمل في حياة العراقيين، وإلا فلا يعقل تغيير الواقع بفعاليات لا تستأصل المشاكل الجوهرية من جذورها ومنها الميليشيات الإرهابية.
الآن إلى مقال آخر وجاء في مطلعه: لم تمضي أيام أو لم تمضي إلا أيام قليلة على استلام رئيس الوزراء العراقي الكاظمي مهامه، حتى بدأت الانتقادات تطاله بقوة من جمهور الناشطين العراقيين في الحراك الشعبي، وتشكك بقدرته على التغيير في مؤسسات الدولة التي تهيمن عليها الأحزاب الشيعية والميليشيات، فيما يمكن تسميته بدولة عميقة. مقال للكاتب وائل عصام منشور في صحيفة القدس العربي، نتابع وإياكم جزءا منه. أشد هذه الانتقادات جاءت على خلفية ما نشر مؤخرا من قرار للكاظمي بتشكيل لجنة للتحقيق بوجود سجون سرية، ما أثار ردود فعل تتساءل عن كيفية عدم علم مدير مخابرات سابق بالسجون السرية، وهو ما أدى لسحب الكتاب الرسمي والخبر من التداول. هذا ونفى الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول تشكيل اللجنة وسط تأكيدات من مصادر أخرى تقول إن الكتاب رسمي بالفعل وصادر بأمر ديواني صحيح، لكن تسرع المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء بنشره جلب انتقادات وحملة تشكيك في جدية الكاظمي، ما دفع الكاظمي وفريقه لإنكار وجود هذه اللجنة. ولا ننسى الرسالة الصوتية التي نشرها الكاظمي اعتذارا لشقيقه، التي جاءت بعد قيام فريق الكاظمي الإعلامي بنشر فيديو له وهو يوبخ شقيقه في مكالمة هاتفية بسبب استخدامه اسمه كواساطة في هيئة التقاعد. إذن شريط لتوبيخ شقيقه ينشره الكاظمي وآخر للاعتذار من شقيقه. لا شك أنها سلسلة من التخبطات عالية التردد في الأيام الأولى لولاية الكاظمي الذي يتفاءل البعض بقدرته على التغيير، بينما قد لا تشير ممارساته للعملية للآن إلى أنه قادر على القيام بأكثر من دور السكرتير في دولة عميقة تحكمها الميليشيات والأحزاب الشيعية المهيمنة على مفاصل المؤسسات. وبالنظر لما نشره ناشطون عراقيون مؤيدون للتظاهرات، نجد أنهم ذكروا جملة ممارسات أمنية ضد المتظاهرين وقعت بحق الحراك الشعبي منذ تولي الكاظمي مهامه، أبرزها اغتيال أزهر الشمري ومحاولة اغتيال أبو حسام الزيدي في ذي قار، وكذلك اقتحام ساحة الأحرار بكربلاء والاعتداء على ثكنة المتظاهرين في جسر الجمهورية ببغداد وسقوط شهيد في البصرة. الآن إلى مقال آخر منشور في صحيفة موقع ميدل إيست آي، وجاء فيه: كشف موقع ميدل إيست آي عن صفقة بين الولايات المتحدة وإيران قضت بتنصيب مصطفى الكاظمي رئيسا للوزراء في العراق. ونقل الموقع عن صحيفة أو عن صحفي معروف واسمه ديفيد هيرست عن مسؤولين عراقيين قولهم إن طهران أوعزت إلى الفصائل الشيعية بمساندة رئيس الوزراء مقابل أن تغض واشنطن الطرف عن تحرير الأموال المستهدفة من العقوبات. المزيد في سياق هذه المادة الصوتية. صرحت مصادر سياسية عراقية كبيرة لموقع ميدل إيست آي أن ترشيح مصطفى الكاظمي لمنصب رئيس وزراء العراق جاء نتيجة لمقايضة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث وافقت طهران على دعم رئيس المخابرات السابق مقابل إطلاق بعض من الأموال المستهدفة بالعقوبات. وقالت المصادر العراقية إن سياسة الولايات المتحدة المتمثلة في ممارسة أقصى الضغوط على إيران لن تتغير، إلا أن الولايات المتحدة وافقت على خفض التصعيد العسكري في الخليج وعلى غض الطرف فيما لو قامت دولة طرف ثالث في أوروبا بإطلاق بعض الأموال الإيرانية التي جمدت عندما بدأت تطبيق العقوبات. تقول المصادر العراقية إن صفقة تم إبرامها وراء الكواليس بين واشنطن وطهران، الأمر الذي يفسر التراجع المفاجئ في الموقف، حيث وافقت إيران على ممارسة ضغط على الفصائل الشيعية التي تخضع لها مقابل رفع بعض القيود المفروضة عليها بسبب العقوبات الأمريكية الصارمة، وذلك بالسماح بتمرير بعض الأموال المجمدة في أوروبا. ورفضت المصادر العراقية الإفصاح عن المواقع التي سيتم فيها تحرير الأموال الإيرانية. وجاء في ميدل أست أيضا أن
المصادر الإيرانية تقول إن الاتفاق الحالي سبقه اتفاق مشابه حينما تم دعم تنصيب المالكي رئيس للوزراء لفترة ثانية من قبل واشنطن وطهران معا، وذلك بعد 9 شهور من الصراع السياسي الذي تبع فوز كتلة العراقية في انتخابات عام 2010. الآن إلى مقال منشور في صحيفة العربي الجديد وهو عن فلسطين، وجاء فيه: شكلت منظمة التحرير الفلسطينية في غياب الوطن المحتل وطناً رمزياً جامعاً أكثر مما شكلت إطاراً تمثيلياً بالمعنى الحقوقي والتشريعي والتمثيلي والقضائي. مقال للكاتب سمير الزبن في صحيفة العربي الجديد حول طبيعة منظمة التحرير الفلسطينية. شكلت منظمة التحرير في غياب الوطن المسلوب وطناً رمزياً جامعة أكثر مما شكلت إطاراً تمثيلياً بالمعنى الحقوقي التشريعي والتمثيلي والقضائي يمكن السيطرة عليه بالسيطرة على المجال الجغرافي الذي يشغله. وكانت هذه الخصوصية هي التي سمحت لهذا الوطن المعنوي بالانتقال أكثر من مرة من مكان إلى آخر من دون أن يمس ذلك طبيعته، ولو أنه كان يضعف العلاقة بين بعض التجمعات الفلسطينية والإطار التمثيلي، لكنه لم ينجح في قطع هذه العلاقة بين أي تجمع فلسطيني وبين التعلق الرمزي بالوطن المعنوي الذي تحول في حالات كثيرة إلى تعلق مصيري في الجذب الذي شكلته معارك الدفاع عن الوجود الفلسطيني للتجمعات الفلسطينية في كل مكان، والتي سقط خلالها آلاف الشهداء على أراض لم تكن هي أراضي وطنهم ولم تكن أراضي منافهم الإجباري، كانت أرض دفاع عن وطنهم المعنوي بعد فقدان الوطن الحقيقي. استطاع الفلسطينيون أن يطوروا مخيالاً جماعياً يصلح أساساً لبناء علاقة في إطار دولة موحدة لهذا الشعب، ولكن واقع حال الوجود الفلسطيني المشتت جعل من إمكانية تحويل هذا المخيال الجمعي إلى علاقات مؤسساتية في إطار دولة على أرض الواقع ضرباً من المستحيل. وبذلك كان الحقل السياسي الفلسطيني ذا طبيعة انتشارية إذا صح التعبير، حقلاً سياسياً يجمع بشراً يقيمون في دول عديدة وينتمون إلى وطن معنوي يفتقر إلى الروابط السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية الملزمة لمن ينتمون إليه. وختم سمير أزبن مقاله بقوله: ساهمت سياسات التفرد للقيادة الفلسطينية وعدم ابتكار آليات مؤسساتية واضحة للأوضاع الخاصة للفلسطينيين ساهمت في زيادة التشويهات وتعميقها، ولم تقتصر مسؤولية هذه التشوهات على القيادة الفلسطينية وواقع الشتات الفلسطيني، فقد كانت مسؤولية الدول المستضيفة عاملاً رئيسياً آخر في تعزيز هذه التشوهات كذلك. نشرت صحيفة الغارديان مقالا لمدير مركز الإصلاح الأوروبي تشارلز جرانت، قال فيه: إننا لا نزال نعيش الفصول الأولى من مرض كوفيد-19، ومن المبكر الحكم على التأثير الكامل لجائحة كورونا. المزيد في هذه المادة. كوفيد-19 منح المنادين بالاكتفاء الذاتي القومي والأوروبي ذخيرة إضافية، فقبل وصول كورونا بزمن كان هناك حديث عن التراجع عن العولمة وإعادة سلاسل الإمداد إلى الداخل، ونجم ذلك بشكل جزئي عن السياسة، فقد هددت سياسات ترامب الحمائية سلاسل الإمداد الدولي وكذلك سعي المملكة المتحدة للخروج من الاتحاد الأوروبي. وتسبب القلق الآن بشأن أمن إمدادات الأدوية والأجهزة الطبية وحتى القطع لصناعة السيارات، إضافة إلى المزيد من التشكك بالشركات الصينية بدعم الدعوة للمزيد من استقلالية سلاسل الإنتاج على المستوى القومي أو الأوروبي. وكان من الصعب على المفوضية الأوروبية إبقاء الدول 27 معاً، وأن تنسيق تعاملها مع كوفيد-19 ليس فقط لأن كل السلطات المتعلقة بالصحة والسياسات المالية والحدود بيد الحكومات القومية، ولكن أيضاً لأن الكثير من الناس ينظرون إلى زعمائهم القوميين لتجاوز الصعوبات.
يتابع مدير مركز الإصلاح الأوروبي تشارلز جرانت ما قاله بقوله إنه بإمكان الشخص التمييز بين 6 توجهات سلبية في أوروبا، وبرزت هذه كلها قبل انتشار فيروس كورونا، ولكنها تسير الآن بشكل متسارع وبأشكال مختلفة، وتساعد موقف الشعبويين المعارضين للاتحاد الأوروبي. المقال الأخير من صحيفة إيكونومست، وجاء فيه بالنسبة لرجل قيل إنه ذكي جدا، فإن مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي لديه تاريخ طويل من الكلام الفارغ والهراء في الحديث، على حد تعبير مجلة إيكونومست التي أشارت إلى أن اسم بومبيو ظهر بعد أن جلبه حزب الشاي في عام 2010 للكونغرس، ولكنه اشتهر بسبب ترويجه لنظريات المؤامرة ضد هيلاري كلينتون، حيث زعم بومبيو بأنها كانت متواطئة في قتل 4 من الأمريكيين في مدينة بنغازي بليبيا. لاحظت المنصة الإعلامية أن بومبيو قد تمكن من الحصول على ثقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل ملفت للنظر منذ إقالة جون بولتون قبل 8 أشهر، وأضافت أن بومبيو حقق نجاحات بارزة في تنفيذ رؤية ترامب تجاه الصين وأفغانستان وكيان الاحتلال الصهيوني، كما تمكن من تحقيق نجاح في التعامل مع حركة طالبان بطريقة دبلوماسية مما يبعده قليلا عن نظرية المؤامرة. وعلى أي حال، يحمل بومبيو الآراء التقليدية المحافظة بقوة، ولكنه أكثر استعدادا للإذعان لترامب أكثر من بولتون أو أي من المستشارين، وعلى عكس الجنرالات فقد كان أكثر استعداداً لتلقي الأوامر والقيام بجهود ضد الصين لإلهاء الناس عن الصراع مع فيروس كورونا. وفي رحلة البحث عن أسرار شخصية الرجل، توضح المجلة أن هناك عدة أسباب تفسر مرونة بومبيو، من بينها عامل شخصي يعود إلى فشله في التجارة والمشاريع الاستثمارية مما دعاه للحضور إلى واشنطن لتعويض الوقت الضائع، وقد كان هجومه على كلينتون بيان نواياه، ولكن صعوده يرجع بشكل أساسي إلى حاجة ترامب لوجوه جديدة في إدارته في وقت كان العديد من الجمهوريين لا يريدون الانضمام إليه. الخلاصة التي خرجت بها إيكونومست هي أن التحيز المفرط في السياسة الخارجية الأمريكية الذي أصبح بومبيو يمثلها ويمثل نظرة مخيفة تنطوي على خطر عدم الاستقرار اللانهائي، حيث تسعى إدارة ترامب للتراجع عن إرث أسلافها تماما كما سعى ترامب لفك إرث أوباما، وهو يقدم تبريرا جديدا للدبلوماسية الأمريكية بعيدا عن نقاط قوتها الرئيسية. وهذه اللحظة البائسة، تضيف المجلة، لا تعبر هذه اللحظة البائسة عن القيادة. الفلسطينيون ليس لهم دولة على الأرض، ولكنهم يجدون طرقا جديدة لتذكر ماضيهم والتعبير عن هويتهم عبر الإنترنت. استبدل الفلسطينيون المسيرات والاحتجاجات بجولات الواقع الافتراضي لإحياء ذكرى النكبة، حيث يخلق الفلسطينيون الذين يواجهون قيودا بسبب فيروس كورونا، يخلقون مساحات رقمية للتعبير عن آلامهم لفقدان وطنهم عام 48. وتعد تطبيقات الهواتف المحمولة ودردشات الفيديو من زوم بين الأدوات عبر الإنترنت التي يستخدمها الفلسطينيون لإحياء ذكرى النكبة، عندما أجبروا هم وأولادهم على الفرار من قراهم ومدنهم بسبب الحرب التي صنعت ما تسمى إسرائيل على أنقاض دولتهم. الآن نلقي نظرة وإياكم على الكاريكاتير.
ستبقى فلسطين لأهلها ولكل العرب والمسلمين والأحرار في كل هذا العالم، طال الزمان أم قصر لابد عائدون. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من برنامجكم صدى الأقلام. دمتم بخير، إلى اللقاء.